أهلا بكم في النشرة الثقافية. دشن مركز عبد الرحمن كانو الثقافي الفصل الثقافي الثالث من الموسم الثقافي 29 بباقة مميزة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تعدها لجنة الأنشطة والبرامج بالمركز. يتجلى تاريخ البحرين التجاري الثري الذي عرف في العصور القديمة باسم دلمون في العديد من المواقع الأثرية، وأبرزها موقع قلعة البحرين المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تفاصيل هذا الموقع في سياق التقرير التالي. تعتبر قلعة البحرين المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو واحدة من أبرز الكنوز الأثرية في منطقة الخليج العربي. تقع هذه القلعة على تل أثري يمتد على مساحة واسعة، وتشهد على تاريخ طويل وحافل يمتد لأكثر من 4000 عام. تشير الدلائل الأثرية إلى أن موقع قلعة البحرين كان بمثابة عاصمة لدلمون القديمة، وهي حضارة بحرية مزدهرة اشتهرت بالتجارة والزراعة والصيد. وقد كشفت الحفريات الأثرية عن بقايا مبان سكنية وعامة وتجارية وعسكرية، مما يدل على أهمية هذا الموقع كمركز تجاري وحضاري في المنطقة. القلعة بموقعها الاستراتيجي لا زالت تجسد علاقة الإنسان بالمكان، كونها امتداد لعملية استيطان الأجيال المختلفة لهذه البقعة الأثرية الهامة المنفتحة التي عكست ثقافة وهوية الإنسان البحريني الذي يرحب بزواره بروحه السمحة والمضيافة. تعتبر قلعة البحرين شاهداً حياً على تاريخ البحرين العريق، وهي رمز للهوية الوطنية والتراث الثقافي لمملكة البحرين، كما أنها وجهة سياحية مهمة تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بجمالها التاريخي والتعرف على حضارات المنطقة القديمة. حصل العمل الفني قبة للدكتورة أمل سالم أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان الشقيقة على جائزة الجمهور في معرض إنفلو في المجر من بين 69 عملا فنيا من 29 دولة، حيث تم اختيار هذه الأعمال من بين 389 عملا فنيا. ويحتفي المعرض بجمال الحياة من خلال قصص وتجارب فردية في تصميم المجوهرات، كما يشجع المصممين على استلهام الأفكار من رحلاتهم لإنشاء قطع فنية تشيد بلحظاتهم الحياتية وإنجازاتهم الثقافية مع تصور المستقبل. قدم مركز أبوظبي للغة العربية 53 منحة جديدة ل 36 دار نشر عربية وأجنبية من خلال برنامج أضواء على حقوق النشر 2024، الذي يدعم جهود ترجمة المحتوى من وإلى العربية وتحويل الكتاب الورقي إلى رقمي وصوتي عبر تقديم منح مالية للناشرين المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب من مختلف أنحاء العالم.
ويسعى البرنامج إلى ترسيخ أطر التعاون بين العديد من الناشرين العرب والدوليين. دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسسكو الجميع إلى تكثيف الجهود الحثيثة للنهوض بمحو الأمية والارتقاء بجودته وتعظيم الاستفادة منه في تعزيز التفاهم المتبادل والسلام، كما شددت المنظمة على سلك السبل الوقائية الاستباقية لسد منابع الأمية بدلا من مجرد انتهاج الآليات العلاجية للتصدي لهذه الظاهرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف 8 سبتمبر من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار تعزيز التعليم المتعدد اللغات محو الأمية من أجل التفاهم المتبادل والسلام.